شي ما كان بكيفي، اجوا أخذوا المصاري مني بالزور. حبيبي بترجاك تهدى شوي، أنا ملاحظة عليك إنك صاير عصبي بهالفترة، وأي حدا بتتخانق معه إيه لأنه اللي عم يصير معي فعلاً بيعصب. مو بس عم بشتغل بإيدي، لازم أنا اللي فكر بكل شي كمان، بدي فكر ونفذ لحالي. ولو كان أي حدا مكاني عم يعمل كل هالشغلات لحاله أكيد كان رح يفقد عقله. وحضرتك أنتي ما بتعملي شي أبداً، بس شاطرة تتفلسفي علي وتراقبي شو عم ساوي. حبيبي لازم تهدى شوي. هلأ هيك طلع معك؟ طلعت أنا بنظرك معاملة شي أبداً؟ لا أنت عملتي كتير وتعبتي بحط المكياج، وبتروحي على السوق بتشتري أغلى التياب كل كم يوم، وعن جد عم تصيري أحلى بكتير. ومعك حق، أنت عم تشتغلي أكتر مني ما هيك؟ تعرف شو؟ الأحسن أنه تسكر، لا تسمعني صوتك، وأنا ما بقى أهتم فيك حتى لو بشوفك عم تموت. باي. ألو ألو، منيح اللي سكرت منها لحالة، وقت الواحد ما بيعرف يرد بيهرب فورا. ومنيح سكرت أحسن ما أنا سكر بوشرة. بس بعد يلي سمعته حسيت إنه يلي حكى معه يلي مخطط لكل شيء أكيد نحن منعرفه منيح، وخاصة أنا. مستحيل يكون من العيلة، بجوز هو يكون شي واحد من الشركة. لا أنا ما بظن إنه من الشركة، هو أكيد حدا من العيلة. أنت ما سمعت شو قالت بريتا؟ كان خايف إنه ما تصدقه وتكون ما بتوثق فيه. إيه بس أنا بوثق بكل الأشخاص يلي بالعيلة. بعدين مين له مصلحة بهالشي؟ مين ممكن يكون؟ بريتي؟ شو صار لك؟ روح يلا. مبين هالبنت ما رح تتركني، وأكيد يلي كان عم يلاحقني لساته متخبي هون. بريد في شو أعمل؟ إجا عن جد بس بالوقت الغلط. أنا لازم نبهه هلأ وما خليه يفوت لجوا، لأنه في حد عم يراقبنا، وإذا شافه بريد في واقف معي